الدستور فيه حرب صريحة على الله ورسوله. هذا الدستور أنا شخصيا لست معني به، فهمتي؟ دستور يدستر حق الردة للمسلم دون محاسبة في فصل حق الضمير، ويدستر للواط والسحاق، لأن كل واحد وضميره. غدوة نجم نشوف زوز مع يعملوا في الفسق يقول لي حقي مدستر يا سيد، دستور يجرم التكفير. غدوة ني باباي، خلي نبسط اللغة للشعب حتى يفهم، يا سيد يا شايب، غدوة أنت تقعد في الزنازة أو في أي مكان في جامع تقرأ قل يا أيها الكافرون، يقف لك واحد يشكي فيك يقول لك تجريم التكفير، هي طز فيك يا أخي إذا الديمقراطية تدخل في حرب مع الله ورسوله، تمسح به الدستور هذا. بناء على كلامك الدستور هذا اسمه دستور الشهاوي، اللي يجيه مكالمة من برا يحب يحط شهوته في الدستور. أنا عارفة، فهمت؟ وأنا عندي من أهلي من النهضة، وأنا تعلق ولد عمي ولا ولد أختي في عمود ناقل كبت أنا كلها. هذه رسالة للشعب، سيبك كي يجيك واحد سياسي يحكي معاه بكالوريا وكل بلوطة كذب، أنا ما نعرفش نكذب. يقعد يكذبوا تلامنا كلامه في الكواليس مازال في التلفزة، يجيك ناعم إيه إيه. أسمع يا ابني أسمعني، اللي عيلته ترقص وشدها راجل ومتحضنها ويصفق لها قاعد فرحان وهي لابسه نصروبها، مش راجل وما يحكمش تونس. اسمع يا شعب تونس، احنا مسلمين، فهمت؟ طز فيهم وفي الكراسي ما تعنينيش هني، ترجع يا راجل ما حفظش على مؤخرته، تحافظ على تونس.